الحين بتشوف. اهلا وسهلا فيكم مرة أخرى مع زاوية حوارية من زوايا مساء الخير يا كويت. نتناول من خلالها موضوع وايد مهم وهو معدلات ونسب القبول في جامعة الكويت. وحول هذا يسرنا أن نلتقي بالسيدة هند السالم مدير إدارة القبول بجامعة الكويت. مساء الخير أستاذة. مساء النور، هلا أختي إجازة. مستعدين طبعا أكيد بحضورك ويانا. مشكورة ما قصرتي. أول سؤال وأهم سؤال اللي ودنا نعرفه اليوم، شنو هي أدنى معدل للقبول؟ بداية أختي الجازي، أنا أتمنى التوفيق حق جميع الطلبة اللي انقبلوا في جامعة الكويت. طبعا المعدلات الدنيا عندنا في جامعة الكويت اللي هي 78% للقسم الأدبي و70% للقسم العلمي. العلمي بس احنا شنو سوينا السنة هذه، وطبعا هذه في سنوات سابقة، الطلبة بالفصل الدراسي الأول المعدلات اللي نقبلها 75% للقسم العلمي و80% للقسم الادبي. اي هذا يقبلون فصل دراسي اول. والطلب اللي معدلاتهم 78 و70 يتاجل قبول الفصل الدراسي الثاني. تمام، انزين. وطلبه مثلا الدور الثاني، طلبه الدور الثاني بما انهم يعني يقدمون الاختبارات عقب تطلع نتائجهم متاخره، مو مثل بعد كل سنه، يعني العام والسنه قدموا وايد اختبارات صارت مبكر. اي فسمحنا لهم يتقدمون لجامعه الكويت. اعطيناهم موعد، اخر موعد لهم تقديم جامعه الكويت 21/7، وعليهم مراجعه صاله القبول والتسجيل حتى نفتح لهم ملفات ويحطون الرغبات ونقبلهم. تمام، بس استاذه هل في توجه، يعني هم هذا سؤال وايد مهم ترى، في توجه ان لرفع نسب القبول السنة القادمة مثلا؟ اي طبعا، حسب قرار مجلس الجامعة راح ترتفع المعدلات السنة الجاية، اللي هي راح تكون ان شاء الله 80 للقسم الادبي و75 للقسم العلمي. اي يعني يا طلبتنا شدوا حيلكم من الحين. أيه. نقول لكم الاستاذة عطتنا اليوم تصريح ان في توجه رسمي وصريح لرفع نسب القبول العام المقبل. إنزين أستاذة، ودنا نعرف يعني هل قبول الطالب يكون مرهون في مثلا خياراته أو رغباته اللي حطها في البداية؟ إي، لأن كون الرغبات عندنا الحين في جامعة الكويت تقريبا عندنا 15 كلية بما يقارب 79 تخصص علمي و36 تخصص أدبي. فاحنا ايش نقول حق الطالب؟ نقول له انت عب كثر ما تقدر من الرغبات. عدل. ان شاء الله تعبيها كلها عشان تضمن لك مقعد في جامعة الكويت ويطلع قبولك. عب كل الرغبات. لكن للاسف في طلبه ايش يسوون؟ لا مثلا انا ما ابي الا رغبه او رغبتين او ثلاثه. يحددون خياراتهم. يحددون خياراتهم. بس يمكن انت معدلك المكافئ ما ياهلك للقبول في هذه كل التخصصات اللي انت حطيتها. فحرام تضيع عليك الفرصه. زين انت حط كل الرغبات وخلي يطلع قبولك. اذا ما عجبك التخصص اللي انت انقبلت فيه تقدر ترى تسحب وتقدم الفصل الثاني، يعني في فرصه عندك الفصل الدراسي الثاني. يعني هذا نقدر نقول كحل مثلا للطلبه اللي تم قبولهم قبول ما يناسب مثلا رغباتهم. اي بالضبط. مثلا اي بالضبط، هذا يكون الحل. يعني اي طالب الحين تقدم حط خلينا نقول 15 20 رغبه انقبل في تخصص هو ما يرغب فيه، احنا دائما نوجه الطلبه نقول لهم زين ما يخالف انت ما تقدر او ما تبي تحول حسب شروط التحويل الداخلي بين الكليات او هذا الشيء صعب عليك، عندك حل اخر اللي هو تقدر تسحب اوراقك الحين تدخل القدرات الاكاديميه مره ثانيه اللي راح يصير ان شاء الله بشهر 12. بس اعتقد التسجيل حق الحين ما تحدد الموعد بالضبط، ب 11 التسجيل حق القدرات ويدخل الامتحان بشهر 12. احنا دائما نفتح باب القبول بشهر واحد. حل معقول يعني يعتبر الى حد ما، صح؟ بالضبط. اي وترى يعني وايد طلبه مثلا انا بكليه الهندسه وما حققت المعدل المكافئ الفصل الاول اسحب اوراقي اعيد القدرات الاكاديميه ويحقق المعدل ويقبل بالفصل الثاني. اي انزين عيل، ما دام قاعد نتكلم على القبول او المعدل المكافئ للرغبات، شنو هي المعايير للقبول في جامعه الكويت؟ المعيار في جامعة الكويت المعدل المكافئ. يعني كل تخصصات الجامعة في الكويت تعتمد على القبول في على المعدل المكافئ ما عدا كلية العلوم بتخصصاتها. يعني الطالب ايش معنى العلوم؟ العلوم للحين ما فيها معدل مكافئ نقبل الطالب على نسبة الثانوية. لكن جميع التخصصات في جامعة الكويت معيار قبول فيها المعدل المكافئ، يتنافسون كل الطلبة على معدلات المكافئة وليس معدل الثانوية. اي
فوايد من الطلبة وأولياء الأمور عندهم تصور أن أنا إذا قدمت القدرات الأكاديمية هذا راح ينزل من مستواي، بالعكس هذا ما راح ينزل من مستواك، أنت هذا إجباري أنك تقدمه. أي طالب يقدم القدرات ومستواه زين في القدرات هذا راح يساعدك، يعني هذا إلى حد ما قاعد يعطي فرص، قاعد يعطي فرص، لأن شنو الحين يعني كل كلية لها وزن. إذا ما قدمت القدرات شنو نتيجتك بالقدرات الأكاديمية؟ صفر صفر، حرام. أي. لأن نسبة الثانوية إحنا ما نأخذها كلها، نأخذ جزء منها. أي. مثلا حق كلية الهندسة ما أخذ النسبة كلها، على افتراض أن الطالب هنقول جايب 90%، التسعين هذه ما أخذها كلها، أخذ 65% منها والباقي زائد القدرات اللي تقدمها. فأنت ليش تضيع على نفسك الفرصة وما تقدم القدرات الأكاديمية؟ هذا راح يأثر عليك. زين، في شريحة ما تكلمنا عنها اللي هم الطلبة المحولين. الطلبة المحولين شنو وضعهم يكون؟ إحنا الطلبة المحولين طبعاً إحنا عندنا المحولين من جامعات أخرى، سواء كانت خارج الكويت أو داخل الكويت، زائد الخريجين التطبيقي المعاهد التطبيقية اللي هم التكنولوجيا والتجاري والصحي، هذول يقدرون يحولون جامعة الكويت، بس هذول عقب ما يتخرجون من التجاري أو التكنولوجيا أو الصحي بمعدل امتياز يعني، وفيها شروط. الطلبة الثانية المحولين من جامعات لازم تكون طبعا جامعة معتمدة، معدل لا يقل عن 2.67 أو 3 نقاط حسب الكلية اللي هو يبيها، ويكون مستوى في 45 وحدة دراسية، وإحنا فاتحين لهم من 29/5 آخر موعد لهم للتقديم 4/8. أي إنزين، وإذا مثلا تخطى الطالب مثلا هذا الموعد أو مثلا فات عليه الموعد شنو ممكن؟ الفصل الدراسي الثاني. اي اللي احنا فاتحين من 29/5 ومديناها ل 4/8 لان في طلبه يتخرجون عندهم مواد بالصيفي. فناطرينهم ل 4/8، اذا ما جانا بالموعد هذا ان شاء الله ما له الا الفصل الدراسي الثاني. انزين، كنا استاذه نتكلم عن موضوع اللي هو البونس، نفس البونس اللي كان المشروع اللي كنتوا تشتغلون عليه بالوزاره. اي نعم. هل هذا مثلا مطروح الحين ولا مثلا قدام شويه؟ هو تقصدين نظام طلبه غير مقيدين؟ او بالضبط نظام طلبه غير مقيدين. نظام طلبه غير مقيدين موجود في جامعه الكويت حاليا. ووايد عندنا طلبه مثلا الحين اللي يتقدمون بالفصل الاول او ما قبلوا بالفصل الدراسي الاول لعدم استكمال رغباتهم، يقدر يتقدم الفصل الثاني بشرط أنه يقدم القدرات الأكاديمية، ويقدر بنفس الوقت يسجل في نظام طلبة غير مقيدين. طبعا نظام طلبة غير مقيدين هذه عليها رسوم يدفع على المقرر تقريبا 150 دينار. ويدرس، هذا طبعا اختياري مو إجباري على الطلبة. أكيد. بس وايد طلبة يسوونه، يقول لك ليش أنا قاعد في البيت وضيع علي فصل دراسي كامل، لأن ترى هو راح يدرس مع الطلبة المستجدين الحين من قبل والحين. هذا شنو يفيد الطالب فيه استاذه؟ يعني في حال مثلا الطالب قرر انه هو يقدم او يقيد نفسه في الجامعه كطالب غير مقيد مثلا، شنو تفيده كطالب؟ هذا الطالب يفيده انه يقول انا ليش اقعد اتاخر فصل دراسي واحد؟ خليني ادرس في نظام الطلبه غير مقيدين. اي طالب يقدم سواء مقرر او مقررين او ثلاثه يجي فيهم سي فم واعلى نحسبهم، لا يعني نخفف من الوحدات عنده، الوحدات ما له شغل، ما يدخل في المعدل ولكن الوحدات تخف عنده. بس اختي الجازي ترى هذا شق غير مقيد والشق الثاني، يعني لا يخلطون بين غير مقيد والقدرات الأكاديمية. صحيح. القدرات الأكاديمية وايد مهمة وضرورية لكل طالب يتقدم لجامعة الكويت. زين، وهل التقديم في جامعة الكويت مقتصر على الطلبة الكويتيين ولا ممكن يكون في تقديم وقبول من طلبة من جنسيات أخرى؟ جامعة الكويت نقبل الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المقيمين بصورة غير قانونية، دول مجلس التعاون، أبناء الدبلوماسيين، أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أبناء العاملين بالجامعة. عندنا فئات يعني هذه أغلبها منح الدراسية، منح الرئيس الأعلى للجامعة، هذول كلهم نقبلهم. احنا طلعنا قبول، نتائج قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات. الفئات الأخرى راح إن شاء الله نطلع قبولهم في آخر شهر 8. تمام. زين استاذة، يعني طبعا اكيد في دائما يكون في معلومات ودنا نعرفها اكثر، ولكن الوقت قاعد يتداركنا، شنو الكلمة الأخيرة اللي تحبين توجهينها قبل أن نختم وياك؟
ودي انوه على ان احنا طبعا الحين خلصنا من فتره استقبال طلبات الطلبه للجامعه، بدينا الحين المرحله الثانيه اللي هي اعتماد القبول وتسجيل المقررات، بدينا من 11/7 راح ننتهي ان شاء الله يوم 24/7، واحنا باعثين طبعا مسجات حق كل الطلبه المقبولين في جامعه الكويت بالتاريخ وبالموعد اللي راجعنا في صاله القبول والتسجيل بشويخ. اجينا بالموعد مصطحب مع الشهاده الاصليه او طبق الاصل زائد البطاقه المدنيه الاصليه، راح نعتمد قبوله ونسجل مقرراته. اي طالب يتخلف عن هذا الموعد احنا معطينا ديدلاين بعد موعد اخر اللي هو 28/7 يكون هذا اخر موعد. اي طالب عاد بعد ما يجينا بالتاريخ هذا راح نلقي جميع الطلبة اللي ما اعتمدوا قبولهم ولا سجلوا مقرراتهم. أيوة. عليهم التقدم إن شاء الله الفصل الدراسي القادم. وأعتقد هذه رسالة جدا مهمة والتواريخ كانت كلها واضحة، ويعني مباشرة أتمنى من الجميع أن ينتبه ويكون موجود on time ويحاول أنه يخلص إجراءاته. بشكرك أستاذ على حضورك ويانا اليوم، شخصيا وايد استمتعت باللقاء وياك. شكرا لك، حياك الله. شكرا. لا شك أن للقطاع الخاص في دولة الكويت شراكة دائمة وقائمة مع القطاع الحكومي ودور فعال لا ينقطع في دفع مسيرة التنمية في البلاد وفق الضوابط والأسس والقوانين المعمول بها. حول هذا القطاع أو دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية نتابع التقرير التالي.